فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجتمع الخوف من الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن مع الطمأنينة وراحة القلب؟ هل يجتمع الخوف من الله سبحانه في قلب المؤمن مع الطمأنينة وراحة القلب التي جاءت في قوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ نعم، تخاف أولا، تخاف أولا ثم تطمئن في النهاية. إذا مثلا سمعوا الوعيد وسمعوا العذاب وسمعوا خافت، فإذا سمعوا آيات الجنة والرحمة ولا طمعوا، اطمأنت قلوبهم. نعم، فهم في الأول يخافون إذا سمعوا الوعيد وسمعوا، وثانيا إذا سمعوا آيات الرحمة وآيات الوعد اطمأنوا، فجمعوا بين الخوف والرجاء. نعم.